السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أشرف. اليوم برشتكم مع تجديد. اليوم حبيت إني أفرجيكم إيش سويت في الموند تبعي، يعني أنا مسميه خليج كرافت لأني أتحدث خليجي وألعب في ماينكرافت. فايب فشباب، سويت كثير 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 أشياء، ما أدري، بس سويتها خلف الكواليس، ما صورت أي شيء. لهلا كل شيء خلفي، ومثل ما تشوفون شوفوا يعني ايش عندي انا. لهلا سويت اشياء دايموند، بس ظلي ايش اسمه ذاك اللي ناخذه به الحطب، ما سويته لاني ظلي شوي دايموند فما سويته. بس شباب جاهزين تشوفونه؟ 1 2 3، شوفوا المنزل الكبير، وأيضا جالس يتوسع على الأشجار الباقية وكل شيء. فيلا ليتس جو، وراح نشوف، راح نستكشف مع بعض. طبعا أنا أعرفها، بس راح أفرجيكم إيش سويت وكل شيء. بس أعلي شوي في الصوت. أوكي، شوفوا سويت غرفة هيك، سويت مثل هاي الحشيش هاي على أساس أنا يعني في بيت مع الأشجار. سويت هاي الغرفة مع الصناديق وكل شيء، بس لا تهتموا بهذا وهذا، إن شاء الله راح نقولهم هنيك. ما فيهم كثير أشياء إلا هذا، فيه موارد كل شيء. يلا بعد، يلا يا أخي يلا. ايوه سويت كثير رحلات كهفية، بس والله ما لقيت ايرون كثير. طبعا الشي اللي سويته هو اني سويت بوابة انت، رحت جبت الاوبسيديون كل شي، وهني سويت مزرعة. وان شاء الله لما القى قرية اخذ منها بوتيتوس، واخذ منها الجزر، وافتح هنا باب واسوي البوتيتوس. اوكي، وافتح هنا باب واسوي الجزر، وهاي بوب الان نذر اقصد. هنا اذا كان في شي يعني خاطئ في السطح اروح من هنا واصلحه. هذا راح نيجي الموضوع طبعا مو لهلا. طبعا مثل ما تشوفون شباب توزعت على كثير اشجار. هنيك سويت في زومبي، اوكي راح اهتم بيه بعدين خلف كواليس. سويت بيت هنيك، ما ادري ليش سويت هنيك بالضبط، بس قلت يعني هي اعلى شجرة خلي اسوي بيت هنيك. وما ادري يا اخي وينه هذا الزومبي. موت، ايه تعال موت. اوكي طبعا هنا سويت الكهف التشعبي. ان شاء الله شباب انتوا قيموني انا محترف او لا، بس انا والله الي مدة ما لعبت ماينكرافت، لذا ما تشوفوني هيك اتحرك مثل المحترفين وهيك كل شيء. بس والله عندي معلومات راح تفيدك كثير كثير كثير، وان شاء الله راح انزل فيديو كيف تصير محترف في ماينكرافت. طبعا انا معتاد يعني العب كثير، وان شاء الله في شريك معي بالقناة راح اضيفه معي. ان شاء الله راح يصير ينزل معي فيديوهات وراح اعرفكم عليه وكل شيء. طبعا راح ينزل لكم احيانا في فري فاير، بس هو من اكثر محترفين ماينكرافت. طبعا هاي غرفة ما ادري ليش سويتها هيك كبيرة، بس انتو اريدكم انتو تقترحوا لي في الكومنت ايش اسوي بيها. طبعا هنا سويت بالكون، شوفوا بس في حركة، شوفوا سويت درج
عشان تظهر هيك يعني حلوة. وإن شاء الله على قريب راح ألقى كيف أسوي سيرفر، وإن شاء الله راح نلعب مع بعض. هنا أنزل كهف التشعب بوالي. هلا راح نشوف ثاني شي، واللي هو راح أستفيد كثير منه، هي مزرعة. مزرعة قصب السكر، ما ادري ليش ما تطول هذه. اظن في معلومة اي اتذكرها، اظن على الرمل تطول اسرع، فان شاء الله راح اجيب رمل وكل شيء. لا مو هنا. ايه جديد ليش؟ بس هيك. لا يا اخي، اوكي ان شاء الله راح اتصرف معها في خلف كواليس، لانه يعني لازم اسوي انفنتي ماء وكل شيء وكل شيء وكل شيء. فمثل ما تشوفون هنيك، يا 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 ورع يا اشرف. هنا في ريفين، وهي الحمد لله اني استكشفتها، لقيت فيها كثير 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 دايموند، وهو اللي سويت بها هذا كل شيء. بس ما ادري، في مرة مت ما لقيت شيست بليت الدايموند، سويت شيست بليت دايموند بس ما ادري ما لقيت. يا شفتوا الكذب يا اخي، انا وضعت مويه بس لا انت وضعت مويه. شوف حتى الاوبسيدين كثير، اذا اريد اوبسيدين انزل اخ. يا ورع يا اشرف، هذا ايرون وذاك ايرون وذاك ايرون. ان شاء الله الحاجة نحن. طبعا وقبل ما انسى شباب، راح اسوي سلسلة من الاختراعات، وان شاء الله راح اسويها ايضا في هذا الموند. بس قبل ما اسويها في هذا الموند، اسويها في كرياتيف افرجيها لكم، بعدين اسويها في هذا الموند. وأول شي راح أبدأ بيه هو مصنع الثلج. أعرف كيف أسوي مصنع ثلج. أنت بس لازمك بيستون، ولازمك شوية ريدستون، ولازمك رجل ثلج بس، وهوبر، و يعني كثير كثير أشياء. إن شاء الله راح أسوي عليها فيديو كل شي. بس شباب، ذكرت انا قبل في الواين بوينت قديمة، تتذكرون ما كان في سباحة وكل شيء، فكنت اصطاد كثير، اصطاد دايما دايما اصطاد، ما يعني اجمع كثير بالصيد. واتذكر ايضا اجمع كثير كتب واطور اسلحتي وكل شيء بهاي الصيد يعني. ف يا ولد الحمد لله اني سويت هاي الحركة، بس كنت رح اموت. الحمد لله ما موت. خرجت بالليل، ولقيت كثير سبايدر، بس واجهت كثير مشاكل مع الكريبر وسكيلتون الورعين. وبس سويت سنارة، وطبعا هذا هيك هذا هيك، لا وهذا هيك كمان. اوكي ما ادري وين وضعتها، بس سويت المرة. صباح الخير. يلا يلا يلا، بس بس كفي كلام. يلا ها هي، ما ادري ليش سويت بيكاكس دايموند اخرى، بس هيك حسيت هيك لازم اسوي اخرى. مثلا اذا مت ضيع هاي، استعمل هاي. اوكي طبعا رحت للنذر واخذت شوي كوارتز، واصطدت شوي سمك، بس انهيت سمك اكلته كامل، وظل شوي هذول. فان شاء الله راح نصطاد، وان شاء الله يجيني كتب. انا تعرفون ايش كنت اسوي؟ ما كنت اتطور سنارة هيك، القى كتاب، القى فيلاجر واسوي معها
كل شيء واخذ واطور سنارتي، لا كنت اصطاد لنا مل وجيني سنارة. فيب هاي هي الخطة. نعم. الو يلا 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 يلا، والله كنت محظوظ كتير. يا أخي سمكة السم هذه ما أحبها. يا الله أتمنى يكون حظي جيد، بس في لازم أجيب شوية أوبسيديون أسوي سمتينج تيبل، تلك اللي أطور بيها أسلحتي وكل شي. وطبعا من محبين ماينكرافت في جوائز تقدر تربحهم، كودات أصلية. طبعا أنا مو مشهور كثير يعني، أعطيها لك عادي ببلاش لأني عندي كثير. أوكي فأعطيك واحدة ببلاش هيك، بس أكثر من واحد ما أقدر. لا ما لحقت ما لحقت، يا الله طبعا اللي يعرف كيف نسوي سيرفر يكتب لي. اوكي ما اريد اظل انا اصلا عندي سيرفر، بس هذا السيرفر ما يشتغل الا على ال 1.7.30 اظن هيك. لا ال بوينت قديمة 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 كثير، اصلا ما في سمك هذه وما في سباحة، اظن حتى ما في الوان الفراش، ف 1 بوينت قديمة قديمة. لحم زومبي، ايش اسوي بلحم الزومبي يا اخي؟ ايش التفكير بس اصبحت في خرائط تقدر انك تتبع هذه الخريطة وين تشير لك وتلقى صندوق. طبعا اتابع كثير لاعبين ماينكرافت، اسطورة مثل مصطفى جيم اوفر، عنده 4 ملايين مشترك، ملك ماينكرافت هو. انا كنت من اقوياء ماينكرافت، بس جات مدة وما العب كثير، ف قصيت عليها كثير هيك، 3 اعوام وقصيت عليها، ما كنت العب كثير ايضا، بس والله كنت محترف كثير. سويت موند وخلصت ماينكرافت، قتلت التنين ولميت كثير 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 دايموند هيك، اظن 2 ستاكات بلوكات دايموند. يوم كنت عندي فورتشن 3 وكنت اتحدى اصدقائي وافوز عليهم بالسيلكتاتش. والله ما ادري كيف ما زلت اتذكر هذه الاسامي مال التطويرات، اتمنى اني ارجع محترف هيك في حركاتي وكل شيء. وان شاء الله ايضا راح اسوي ردة فعل على تيك توك، يا اخي والله مجانين لما شفتهم. وايضا اقترحوا لي لعب العبهم، لانه مثل ما تعرفون اشتريتها جوال جديد، ف هذا الجوال فيه كثير كثير
مكان يعني تقدر انك تضع فيه لعب وكل شيء، فيه 128 جيجا. بس المشكلة في السيزون السادس مال فورتنايت كانت كنت تقدر تحمل فورتنايت على الهواوي هذا نوفا تروي، بس لهلا في السيزون السابع ما يريدون، ما ادري ليش هيك. فورتنايت شغلي عقلك شوية، يعني تضعينها في السيزون السادس وبعدين تنزعها في السيزون السابع، وات ايش الذكاء ده؟ طبعا كنت اظل بالسوايع وانا اصطاد، خاصة اذا كنت راح اطور شي لازم المد اكس بي. وان شاء الله هذا اللي راح يدخل معي في القناة ان شاء الله راح يعجبكم كثير كثير، لانه هو محترف ماينكرافت، عنده تصاميم خرافية، عنده اشياء يعني واو ما تتخيل التصاميم اللي راح يسويها. ان شاء الله راح اعرض لكم تصاميمه واقدمه هو، بس شباب ما راح يتكلم بفيديوهاته، ما راح يتكلم ليش؟ لانه هو يعني يتكلم تونسي فبس، هو يتكلم عراقي وهيك خليجي، وهو ما يعرف كيف يتكلم عراقي وخليجي، لذا قلت له لا لا ما اريدك تتحدث بالتونسي في القناة، اريدك تتحدث بالعراقي، فقال لي اوكي. اظن ما راح نصطاد شي جيد يا ماينكرافت. موجانج بليز ارسلي هيك سنارة جيدة. لا يا اخي ليش من كثرة التحمس هيك انا نزعتها، وان شاء الله راح يفيدكم بتصاميمه وراح يفيدكم بكثير كثير كثير اشياء، وعنده يعرف كيف يسوي مصانع مال كثير اشياء، مال الرمل، مال مدري كثير 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 اشياء. بس راح اقول لكم متى راح يدخل القناة وان شاء الله. طبعا هو راح يكتب هيك يعني بالمونتاج، راح يكتب اوكي، ما راح يتكلم او شيء، راح يكتب بالمونتاج لحد ما تفهموه كل شيء. بس هاي الفايدة منه انه يعني تفسيره دقيق 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 كثير كثير كثير. يلا انا جاتني فكرة ماينكرافت، لانه في مثل ما تعرفون يعني هذا اليوتيوبر مصطفى جيم اوفر اللي كنت بتحدث عليه، 4 ملايين يتحدث بالعراقي والخليجي، فاخذت ثقة في نفسي هيك وقلت لازم. طبعا راح تقول لي انت هو على البي سي وانت على خروح، كل مقطع لازم تجيني انت ما عندك شحن. بس انا ليش هيك تشجعت وقلت لازم ابدا ماينكرافت وكل شيء، لانه هو اصلا كان على الجوال يلعب، في شوي لاج. وليسأل ألعب سيرفرات؟ طبعا ألعب سيرفرات، ألعب بيد وورز، ألعب إيج وورز دايما أيضا، بس مو محترف كثير فيهم هاي الشغلات. لو كان بس معي ثلج كنت سويت مصنع الثلج. لا اصلا ما اقدر لانه ما عندي بيستون.
اوكي تعال 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 تعال، راح اقتلك يا ورع يا سكيلتون هيك فوق هاي ما ادري ايش اسمها، العنكبوتة. اوكي ليش ما عندك ذاك الفاس اللي تضربني بيه؟ يلا يلا وينك، يلا اطلع. طبعا راح اقتلك. كيف نراح؟ يلا تعال تعال اشبعك حب، اشبعك حب ودلال. يلا خلاص راح اتركك. بس 1 minute، اقول لك ايش راح اسوي، مو بتراب لهال، بس اظن ما عندي ايرون كثير لحد ما اسوي الهوبر، بس راح احاول. اوكي 1، دايما اسوي صخر يعني بالصخر، لانه اذا جات عاصفة راح تضرب مثلا الخشب وراح يتحرق وكل شيء. فايش راح اسوي؟ شوفوا شوفوا، راح اضع كل شيء هنا هنا، هيك 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 اوكي هيك هذا هذا شكله ما يكفي. شكله ما يكفي. بس ما عندي صندوق أنا هنا أصلا. اوكي هذا في هنا في هذا، اقول لك انا جوعان وانا اقول ليش ما يجري. طبعا اللي بقالي 6 دايموند بس، ما راح اسوي بهم اي شيء. بس شباب اقترحولي في الكومنت، تريدون المقطع طويل طويل ايش يعني، طويل فوق 30 دقيقة او قصير يعني تحت 20 دقيقة. فيلا اقترحوا وانا انفذ. بس اوكي شباب، فهيك وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انك تضغط زر لايك، شكرا انك مشترك وتفعل زر التنبيهات حتى ما يصلك تنبيهنا اول ما ننزل فيديو. واذا كنت جديد على القناة انا متأكد 100% انك راح تستنفع من فيديوهاتي، لاني راح انزل كثير كثير اشياء تخص يعني مو تخصك يعني، متأكد 100% راح تفيدك في ماينكرافت او فورتنايت او كرياتيف ديستركشن او فري فاير، خاصة فري فاير لاني محترف وراح انزل فيديو كيف تصير محترف في فري فاير. فكان معكم اشرف قناة توم موبايل، السلام عليكم، واظن الفيديو الجاي مو بتراب.